وهي وهو يوم تاريخي لأننا اليوم قد وقعنا مع صديقي الوزير شكري اتفاقية تحديد ترسيم الحدود البحرية بين دولتينا، فهي اتفاقية تحتذى بها، فهي في إطار القانون الدولي وتحترم كل مفاهيم القانون الدولي وقانون البحار، وتحترم أيضا العلاقات المجاورة وتساهم في الاستقرار في المنطقة. وبهذه الاتفاقية تم حل مباحثات طويلة المدى، وهي هذه الاتفاقية العكس تماما لأي شيء مخالف وغير شرعي مثل ما تم التوقيع بين تركيا وطرابلس. فهذه الاتفاقية التي ليس لها وجود وليس لها أي أساس، وقد قلنا هذا من أول لحظة، وما كانوا هي سلة المهملات. اتفاقنا نحن الثنائية تؤكد مدى الجرف القاري للجزر اليونانية، ومن اليوم العلاقات المصرية اليونانية هي تبدأ مرحلة جديدة لعلاقات وتيدة أكثر. وقد تم وضع الأساسيات، الأساس الصحيحة، لنأمل أن نواجه معا كل التحديات في المنطقة لصالح دولتينا ولصالح شعوبنا ولصالح منطقتنا.